بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 54. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات مع أسئلتكم استفساراتكم، ومع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ صالح. حياكم الله وبارك فيك. هذا السائل يقول: حدثونا عن الدعاء، عن فضله، وما متى يكون، ورفع اليدين في الدعاء متى يكون؟ هل هو في آخر الدعاء أو في أوله؟ مأجوري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، فالدعاء هو أعظم أنواع العبادة. قال صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. هو أعظم أنواع العبادة، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، يعني أعظم أركان الحج هو عرفة، الوقوف بعرفة. والدعاء له آداب، منها أن يدعو الله وهو حاضر القلب موقن بالإجابة من الله سبحانه وتعالى، ومنها أن لا يدعو بإثم ولا قطيعة رحم ولا يعتدي في الدعاء، يعني هذا عدوان في الدعاء. منها أن يدعو أيضا في سجوده، أقرب ما يكون العبد من ربه وساجد، وقال عليه الصلاة والسلام: وأما السجود فأكثر فيه من الدعاء، قمن أن يستجاب لكم. ومنه الدعاء في الثلث الأخير من الليل، وقت النزول الإلهي إلى سماء الدنيا، ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، يقول: هل من داع فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له. ورفع اليدين مع الدعاء هذا من تمام العبادة، يرفع يديه مع الدعاء كما كان صلى الله عليه وسلم يرفع يديه مع الدعاء، إلا المواطن التي دعا فيها الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يرفع يديه. نعم. أحسن الله إليكم. له فقرة أخرى في هذا الدعاء، يقول: هل يجوز أن أدعو على من ظلمني، لأنه ظلمني ظلما كبيرا جدا، قطع رزقي وأنا شاب أريد أن أتزوج؟ ما قولك قطع رزقي؟ هذا غلط، الرزق من الله ولا يقطعه أحد. الدعاء على الظالم بقدر المظلمة لا بأس به، ولكن الصبر أحسن، الصبر وعدم الدعاء على الظالم أحسن. نعم. الأخت السائلة تقول: هل هناك فرق بين الاستحاضة والحيض؟ نعم، هناك فرق، هناك فروق بين الاستحاضة والحيض. الحيض دم طبيعة وجبلة يخرج من قعر الرحم في مدة معلومة، وأما الاستحاضة فهي دم فساد ونزيف يخرج من أدنى الرحم. الحيض تترك معه الصلاة والصيام، الاستحاضة لا تترك معها الصلاة والصيام لأنها طهارة، ولكنها تنقض الوضوء. نعم. هذه السائلة تقول: والدتنا أصيبت باكتئاب حاد، فهي لا تتكلم معنا ودائما زعلانة فضيلة الشيخ، ومن جهة الصلاة دائما نحرص على أن تصلي الأوقات في الصلوات في أوقاتها، هذا الاكتئاب فضيلة الشيخ هل تؤجر عليه مع أنه خارج عن إرادتها؟ نوع مرض نفسي تعالج عند أطباء النفس لعلهم يجدون لها علاجا، وكذلك الرقية الشرعية ترقى بالرقية الشرعية، وهي أيضا تستعمل الورد الصباح والمساء ويذهب عنها الاكتئاب بإذن الله. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: لي قريبة مرضت واحتاجت إلى عملية، فأخبروا أهل الخير بحاجة هذه المرأة للعملية، فقال أحدهم: علي العلاج، وقال آخر: علي مصاريفها. هل يجوز الأخذ من هؤلاء لأجل إجراء العملية مع أنها فقيرة؟ نعم، لا بأس بذلك، تأخذ إجرة العملية ويأخذ أيضا مقدار النفقة عليها إذا كانت فقيرة، وهذا من باب الإحسان، جزاهم الله خيرا على ذلك. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخ. إذا نسي الإمام وهو يقرأ في الصلاة الجهرية آية من القرآن ولم يرد أحد من المأمومين، مثلا قال في الآية: ردوها علي، تنبيها للمؤمنين أو للمصلين، هل يصح ذلك؟ هذا يروى عن الحجاج بن يوسف أنه ارتج عليه أغلقت عليه القراءة فلم يردوا عليه، فقال: ردوها علي، ما لكم لا تنطقون
يقرؤون مثل هذا إذا أرتج عليه من القرآن يفتح عليه من وراءه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أرتج عليه مرة وكان وراءه أبي بن كعب ولم يفتح عليه، فقال له صلى الله عليه وسلم بعد السلام أين أنت يا أبي؟ دل على أن من عنده معرفة بالآية التي انغلقت على الإمام أنه يفتح عليه، هذا من السنة. نعم. إذا هم الإنسان بأمرين فهل لكل أمر صلاة استخارة أو يجزي أن يصلي صلاة واحدة لهما؟ إذا كانت مجتمعة يكفي صلاة واحدة ويدعو دعاء واحدا دعاء الاستخارة، أما إذا كانت متفرقة في أوقات متفرقة فكل أمر له استخارة. الأمور المهمة غير العبادات، العبادات لا استخارة فيها لأن المصلحة ظاهرة فيها، لكن الأمور المهمة مثل السفر، مثل تزويج شخص، مثل الإقدام على شراء سلعة أو تركها، هذه استخير فيها. نعم. رجل اشترى سيارة لابنه بالتقسيط وكان يسدد الأقساط شهريا ثم توفاه الله وقد بقي عليه عدد من الأقساط، فهل نفسه معلقة بهذا الدين ويكون على ابنه؟ ما في شك أن الدين أنه باقي في ذمة المستدين، لا تبرأ ذمته إلا بتسديد الدين عنه. إذا مات له تركة سدد من تركته، وإذا لم يكن له تركة وأحسن أحد إليه هذا شيء طيب. توفي رجل عليه ديناران وقدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه، وكان في أول الأمر لا يصلي على من عليه دين ويقول صلوا على صاحبكم، فلما قدم هذا الرجل إلى الرسول ليصلي عليه قال هل عليه دين؟ قالوا نعم ديناران، فتأخر الرسول صلى الله عليه وسلم فقال أحد الصحابة الديناران علي يا رسول الله، تقدم الرسول صلى الله عليه وسلم وصلى عليه، فلما كان من الغد لقي هذا الرجل قال له ما فعلت الديناران؟ فقال الرجل ما مضى وقت يا رسول الله، ثم لقيه في اليوم الثاني فقال ما فعلت الديناران؟ فقال قضيتهما يا رسول الله، قال الآن بردت عليه جلدته. وقال صلى الله عليه وسلم نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه، ولذلك من الحقوق المتعلقة بالتركة بعد تجهيز الميت قضاء الديون التي عليه. نعم. أحسن الله إليكم. أبو عبد الله يقول تأتيني عبر رسائل الجوال رسائل يذكر فيها أن المسجد الشمالي أو الفلاني فيه عدد من الجنائز والمسجد الثاني فيه عدد من الجنائز من أجل الصلاة عليها، الفعل هل هذا جائز؟ تتبع المساجد من أجل الصلاة على الجنائز هذا لم يكن معروفا عن السلف فيما أعلم، ولكن الصلاة على الجنازة فيها خير وفيها أجر للمصلي وللجنازة، لكن إذا صلى في المسجد القريب منه صلى على الجنائز التي في المسجد القريب منه هذا يكفي. نعم. أحسن الله إليكم. ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن قتل النمل، فهل يشمل هذا ما يسمى عندنا بالذر والقاعر؟ كل مؤذي من الحشرات أو من الدواب والبهائم فإنه يقتل دفعا لأذى، وأما غير المؤذي فلا يجوز قتله لا النمل ولا غيره. نعم. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ هذا السائل يقول في سؤاله أنا إمام مسجد دخلت المسجد لأصلي بهم صلاة الفجر، فإذا بأحد الجماعة قد أقام الصلاة وصلى به قبل وقت الإقامة المحدد، فما الموقف الصحيح في هذا؟ يحرم أن يؤم في مسجد قبل إمامه الراتب إلا لعذر أو إذن منه، إذا كان هذا لعذر أو إذن من الإمام فلا بأس، أما إذا لم يكن هناك مبرر فإنهم أخطأوا في هذا لا يعودون لمثل هذا. نعم. أحسن الله إليكم. عبارة ما صدقنا على الله نعمل كذا هل هي جائزة؟ هذه عامية، وكان الصواب أن يقول ما صدقت أنني أراك، يعني هذا الشيء ما قصدته ولا نويته من باب الصدف. نعم. يقول السائل شيخ كيف أقضي الصلوات التي قمت بصلاتها في مسجد فيه قبر حيث أنني لم أكن أعلم بوجود القبر داخل المسجد؟ ما دام أنك لم تعلم صلاتك صحيحة إن شاء الله. نعم. الملصقات للدروس والمحاضرات والأدعية ما حكمها؟ مأجورين. هذا ليس من عمل السلف الصالح، الذكر والدعاء لا يكون على الجدران إنما يكون باللسان وبالقلوب، على المسلمين أنهم يكثرون من ذكر الله ومن تلاوة القرآن ومن الأدعية بدون ملصقات.
نعم. يقول الشيخ: ما حكم جمع التأخير لمن سافر قبيل المغرب وهو يعلم أنه سيدرك الجماعة في العشاء؟ إذا كانت المسافة تبلغ 80 كيلو فأكثر فلا بأس أن يجمع، لأنه يعني لا يدري ما يصادفه، وما أنه تعوق في الطريق يحصل له حادث ربما. إذا كانت المسافة تبلغ 80 كيلو مسيرة يومين للراحلة فإنه يجمع، لا بأس بذلك. نعم. يسأل عن ضوابط التعامل مع الجار السيء، وهل يجوز تقديم هدية له مصحف مترجم وهو على غير الإسلام؟ إذا كان يرجى إسلامه فيدعى إلى الله عز وجل ويقدم له ترجمة معاني القرآن، ترجمة معاني القرآن. ما القرآن فإنه لا يترجم ولا يمكن ترجمة القرآن، إنما هذه ترجمة تفسير القرآن. نعم. كيف يقول السائل: يتوب السارق، وماذا يفعل بالأموال التي سرقها منذ زمن إذا كان لا يستطيع أن يقوم بإرجاعها لأصحابها؟ توبة السارق كغيره من المذنبين، أن يتوب إلى الله ويرجع عن هذا العمل السيء توبة صادقة بشروطها المعروفة، يتوب إلى الله عز وجل، أن يقلع عن الذنب يتركه نهائيا، أن يعزم أن لا يعود إليه، أن يندم على ما حصل منه، هذه شروط التوبة. وشرط رابع أن يرد المظلمة إلى صاحبها، فالذي سرق من الناس يرد عليهم أموالهم بأي طريقة يمكن توصيلها إليهم، فإذا لم يستطع فإنه يتصدق بمقدار يقابل السرقات التي أخذها، يتصدق بذلك ليتخلص من هذا، والأجر يكون لأصحاب الأموال المسروق منهم وهو يتخلص من هذا إذا لم يقدر على ردها على أصحابه. نعم. يقول هذا السائل: أنا بيع وأشتري بالأسهم، هل على الأسهم زكاة؟ نعم، هذه سلع، الأسهم هذه سلع، إذا كان يبيع ويشتري فيها وهي أسهم مباحة ومعروفة ومعلومة فإنه يثمنها عند تمام الحول بما تساوي، تمام الحول على قيمتها بما تساوي، ويزكيها. نعم. عبارة أما بعد في خطب الجمعة، هل هي واردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم أو أحد من الصحابة؟ نعم، هي مأثورة أما بعد، وهي من فصل الخطاب الذي أتيه داود كما روي ذلك عليه الصلاة والسلام. نعم. يقول: بالنسبة للنظر إلى المخطوبة وعلى ما يدل الأمر في عبارة انظر إليها. نعم، النظر إلى المخطوبة بما يرغبه الزواج منها، كأن ينظر إلى شعرها، إلى وجهها، إلى كفيها، ما يدعوه إلى الرغبة فيها أو عدم الرغبة. نعم. هل تصح شهادة النساء في عقد النكاح؟ لا، شهادة النساء إنما تقبل شهادة النساء في الأموال أو ما يقصد به المال، فإن لم يكون رجلين فرجل وامرأتان، إلا أن تكون تجارة عن تراض. الله جل وعلا أمر بالإشهاد على البيع، أمر بالإشهاد: واستشهدوا شهيدين من رجالكم، هذا على الديون والأمانات، تشهد عليها شاهدان من الرجال أو رجل وامرأتان من النساء، هذا في المال وما يقصد به المال تقبل فيه شهادة النساء. نعم. يقول السائل: يا شيخ، عرف عن بعض السلف استحباب النظر في المصحف والقراءة من حيث أنه أدعى للتفكر والتدبر، فهل مثل ذلك النظر في آيات القرآن عبر جهاز الجوال والقراءة منه، أو أن للمصحف خصيصة؟ لا، هو النظر إلى الكتابة، كتابة القرآن سواء كان في المصحف أو في الجوال، هذا يختلف باختلاف الناس، من كان قراءته عن ظهر قلب أحضر لقلبه يقرأ عن ظهر قلب، ومن كان قراءته في المصحف أو في المكتوب أحضر لقلبه يقرأ من المصحف. نعم. يقول السائل: كلفت العام الماضي بجمع زكاة الفطر وإخراجها قبل العيد، ولكنني أصبت بوعكة صحية فتراكمت الفطر عندي ولم أخرجها إلا بعد العيد بيوم. هذا من آفات جمع صدقات الفطر كما تفعله بعض الجمعيات، أنها لا توصل إلى أصحابها في وقت الإخراج، فلا ينوب في إخراج صدقة الفطر ولا يتوكل إلا من يثق من نفسه أنه يوصلها إلى المستحقين قبل صلاة العيد، إلا فإنها يتركها عند أصحابها هم المكلفون بإيصالها. نعم. شخص يقول بأنه دعا آخر لحضور حفل زواج ابنه لكنه لم يحضر، ثم
بعد مدة دعاني هو لحضور حفل زواج ابنه، فهل يحل لي عدم الحضور أو يجب علي الإجابة؟ يجب عليك الإجابة، ولو لم يحضر هو عليه ذنبه وأنت تؤدي ما وجب عليك. نعم. هل الأذكار الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم في نوم الليل تقال أيضا في نوم النهار؟ ما ورد هذا، إنما ورد في نوم الليل، عند نوم الليل. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: إذا ورد في الشريعة الأمر بالشيء على وجه العموم ثم قيد بزمن معين حتى لا ينساه الشخص، فهل العمل صحيح؟ لا يقيد إلا بدليل، الآية والحديث لا يقيدان إلا بدليل، بآية أو حديث، لا تقيدها أنت وهي ليست مقيدة. نعم. يقول الشيخ: إذا رأى الشخص في المنام رؤيا لا يدري هل هي من الرؤى الطيبة والحسنة أو من الحلم أو هي تحذير من شيء، فما الموقف الشرعي في ذلك؟ الموقف أن تتركها ولا تكترث منها، اتركها ولا تضرك. نعم. نختم هذا اللقاء بسؤال يا فضيلة الشيخ لأحد الإخوة، يقول: بالنسبة لتوزيع التركة، بعض الرجال والأولاد لا يوزعون التركة بعد وفاة والدهم فيبقى متعلق لعدة سنوات، ألا تراجع فيه المحكمة إذا حصل تأخير من غير عذر في توزيع التركة على مستحقيها من غير عذر شرعي، فإنهم يراجعون المحكمة في ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. يقول فضيلة الشيخ: هل في الذرة والقمح، لأن عندي مزرعة، هل فيها زكاة؟ نعم، كل الحبوب والثمار فيها زكاة. شكر الله لكم فضيلة الشيخ صالح، بارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين، على تفضلكم بإجابة الإخوة والأخوات في برنامج نور على الدرب. يتجدد اللقاء معكم ومع الشيخ إن شاء الله. وهذه تحية من مسجل هذه الحلقة في برنامج نور على الدرب، زميلي عبد الله المواش من مكتبة الشيخ في الرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.